الوزارة الآن عندها منصة وفريق وزاري يعمل على تسهيل مهمة الأساتذة في كيفية التواصل مع الطلبة. هذه ناحية. ناحية أخرى في هيئة الرأي. نقطة نقطة دكتور. أي. بعد إذنك نقطة نعم. نقطة. يعني هذه المنصة اللي تحدثت بها. إيش قد نسبة واصلين من عندها؟ إيش قد اشتغلنا؟ يعني إيش قد واصلة؟ هي مو نقطة نقولها وإحنا مشينا بها. لا. أعطيني هاي النسبة إحنا إيش قد ماشين بها. نعم. وطلبتنا إيش قد مستفادين من عندها لحد. هذه المنصة مستمرة متواصلة ليل نهار الكترونية. طيب. بها فريق عمل وزاري من واضح. دائرة البحث والتطوير ودائرة الدراسات. ويا الطلبة ويا التدريسين يستلمون من الاستفسارات ويجاوبون عليها ويستلمون توجيهات من الوزارة وينقلوها إلى الأساتذة. اثنين. في هيئة الرأي أعطيت خيارات عديدة للجامعة، يعني ماكو محدد أنت البرنامج اللي يعتقده الأستاذ التدريسي أو اللي يعتقدوه الطلبة مع التدريسي معا أنه أفضل برنامج روح إلى. تحدث